وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك فرق بين الفقيه والمفتي والقاضي، وهذا الفرق ألف فيه العلماء. فالفقيه يدرك الحكم، ولكن المفتي لابد أن يدرك مع إدراكه للحكم يدرك الواقع، ويدرك بملكة تعد ركنا ثالثا في الإفتاء، وهو كيف يوقع المطلق الذي في الكتاب والسنة بل المفهوم من كلام الأئمة المجتهدين على الواقع، وهو مركب نسبي متغير شديد التدهور شديد التطور. فلا بد من هذه الثلاثة للمفتي: أن يدرك حكم الله، ثم يدرك الواقع، ثم يعرف كيف يصل بينهما، فيخرج بالإفتاء مراعيا مقاصد الشريعة ومراعيا مصالح الناس ومراعيا إجماع الأمة ومراعيا قوانين العربية ومراعيا مآلات فتواه إلى ما تقول. فإذا لم يراعي ذلك وضرب بذلك كله عرض الحائط، فلم يسأل في إدراك واقع ولا فيما تقول له الفتوى من المصالح والمفاسد، ولا يراعي الإجماع فيقف سقفا لا يتعداه، ولا يلتزم بقوانين العربية، سمي بالمفتي المفتي الماجن، وأمرنا علماؤنا عبر القرون بالحجر عليه. إذن من يهرف بما لا يعرف ويتصدر قبل أن يتعلم فجزاؤه المنع، وليس في المنع إهانة. ليس كل من تعلم الفقه وأدرك معانيه وحفظ أحكامه عرف الواقع. ويقول الإمام القرافي في كتابه الماتع الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، انظر، الفتاوى شيء والأحكام شيء، ما الفرق بينهما؟ إدراك الواقع. فلو أني فقيه جلست في غرفة مغلقة وبرج العاجي مع كتبي أقرأ وأحفظ وأفهم، ولكنني لا أدرك الواقع ولا أعرف كيف أفتي هذا وأفتي هذا، فعلي أن أكتب لا أن أفتي. فهناك فرق بين التأليف في الفقه وبين إفتاء الناس بما ينفعها في حياتها الدنيا. فإذا خرجت معتقدا أن ما معي يكفي، فرأت جماعة العلماء أن هذا فيه فتنة، يقول القرافي: ومنهم من يقرأ الحكم في الكتاب. الحكم في الكتاب ده يعني ايه؟ يعني الذي قاله مالك سنة كام؟ من 1200 سنة فاتت. يقرأ الحكم في الكتاب فيوقعه على واقعه، ينزله على النازلة دون أن يدرك الفرق بينهما، فهو ضال مضل. لماذا؟ تكلم بالحق في غير موطن الحق،
ضال مضل. هذا في كلام يعني ليس هناك فيه مفاصلة. فإذا خرج أحدهم وفهم نصا بطريقة عوجاء من نصوص كثيرة لأبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، فعرف منها وتوهم أن الخمر حلال وأن الويسكي حلال وأن الشمبانيا حلال، فبادر لإعلان هذا الخبر على الناس. جالكم الفرج. فكم من شخص امتنع عن الشرب 20 سنة وجاءني يبكي قال والله من هذه الفتوى رجعت إلى الشرب. فهل هذا يرضي الله؟ ولما هيئة كبار العلماء تمنع غير المتخصصين في الإفتاء الباحثين عن الحق غير الأكفاء من هذه الفتنة تكون هي المخطئة، وهناك إهانة لأساتذة الأزهر الشريف، ما كان هذا أبدا. نحن نؤتي كل شيء في مناسبته، نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الطبيب لا يكون طبيبا إلا بعد أن يشهد له أساتذته في الطب أنه طبيب. فإذا كان طالبا في السنة الخامسة فإنه لا يجوز له مزاولة الطب أبدا. وهذا ليس إهانة لطلبة العلم الشريف الطبي أبدا، هذا لا يكون أبدا. ولا يكون الخلط بين التخصصات فيتصدر كل واحد منهم وهو لا يعرف معنى الفقه والإفتاء والقضاء. أما الإفتاء فعلى 3 أنحاء، يبقى الفقه على نحو واحد، إدراك الحكم الشرعي، الفتوى على 3 أركان، إدراك الحكم وإدراك الواقع وكيفية الوصل بينهم. القضاء يغير الواقع، المفتي ما يعرفش يغير الواقع. حضرة القاضي ترفع إليه المرأة شكواها وتطلب منه التطليق، الطلاق بيد الزوج، لكن القاضي يسمع شكواها فيحكم بالتطليق فتطلق غصب عن دماغ الراجل وعن رغبته وشهوته. فيقول أنا ما طلقتش، ده القاضي اللي طلقك، هات زمارة من السكة الجديدة واقعد زمر، هتعتد وهتتزوج عند الله وعند الناس. ولذلك قالوا حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا، ظاهرا عند الناس وباطنا عند الله. طب ما يكونش القاضي غلط، غلط ما غلطش، حكمه ساري والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وإلا لا تستقر معاملة بين الناس. فهناك فارق بين الفقه وبين الفتوى وبين القضاء. الإفتاء لا يستطيع أن يفعل هذا، يذهب ويقول أنا أرى أنك قد طلقت بقدامه هذا، تقول له طب بعدين أعمل إيه؟ يقول له ارفع امرك للقاضي اللي هو بيده تغيير الواقع. فتذهب اليه وتقول يا حضرة القاضي عايز اتطلق من الرجل ده، ده عمل وعمل وعمل، وسيدنا المفتي افتالي ان الطلاق وقع ولم يرى القاضي هذا، فحكم بزوجيتها فهي زوجة له ورفع الخلاف عند الناس وعند الله. قدر كده، سلطة وضعها الله في يد القاضي. ولذلك عملنا له ايه بقى عشان يعني نخليه كده دلعه شوية، عطينا له حصانة حتى يكون هناك مهابة،
محدش يعرف يقبض عليه. الحضرة القاضي ده قاضي بقى. لماذا؟ لأن الله وضع في يده سلطة تغيير الواقع وينفذ حكمه ظاهرا عند الناس وباطنا عند الله.